عدد اليوم الجورنال فيغ خبر عنوانه مبعوث قناة نادي الأهلي حظينا باستقبال ولا أروع من مسؤولي الرجاء الرياضي. وأشاد محمد توفيق الصحفي المصري بقناة نادي الأهلي بالاستقبال الجيد اللي حطات ببعثة الأخير في المغرب من قبل مسؤولي فريق الرجاء. وحطات بعثة الأهلي رحالة بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء صباح أمس الثلاثاء تأهبا لقمة الجمعة المقبلة أمام الرجاء برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال توفيق في مداخلته على قناة الأهلي: حنا وسط أشقائنا في المغرب وحضينا باستقبال ولا أروع من قبل مسؤولي الفريق وكذلك الجماهير. وضاف نفس المتحدث: الجماهير المغربية كتقدر بزاف نادي الأهلي بتاريخه ولاعبيه والعلاقات جد طيبة بين الشعبين. الرجاء الرياضي يربح معركته مع كازا إيفنت ويرفع من عدد التذاكر قمتي أمام الأهلي. وتمكن فريق الرجاء الرياضي من رفع عدد التذاكر المطروحة للبيع والخاصة بمباراة الجمعة المقبلة أمام الأهلي المصري. ويطرح الرجاء 42 ألف تذكرة اليوم بعدما كان عددها محدد سابقا في 35 ألف من قبل شركة كازا إيفنت المكلفة بسير وتنظيم المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وكيسعى فريق الرجاء لضمان حضور جماهيري كبير من أجل مساندة اللاعبين في هذه القمة الحاسمة بهدف حسم التأهل إن شاء الله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أنصار الرجاء والغريم يدعون لتوحيد صوتهم ضد كازا إيفنت ويؤكدون أن الشركة أضحت وجها للاسترزاق وطرفا يخدم مصلحة خصوم الفريقين. وأجج تفويت شركة كازا إيفنت لبيع تذاكر مباراة الرجاء والأهلي واتجاه النهج نفس الطريقة مع مواجهة الوداد وشباب الوزداد الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لصالح وكالة مجهولة من غضب الجماهير البيضاوية. وكان شركة كازا إيفنت محط انتقادات كبيرة بسبب طريقة تدبيرها لمباريات قطبي العاصمة الاقتصادية سواء محليا أو قاريا. مدفع فاصيل وينرز انتقاده في اكثر من محطه وفرض على مجموعات المقانه مقاطعه مباريات النسور احتجاجا على طريقه تنظيم الاحداث الرياضيه. وتواصل مسلسل سوء تدبير الشركه صباح امس الثلاثاء ملي اعلنت على تفويضها مهمه بيع تذاكر مباراه الرجاء والاهلي لوكاله مجهوله بدل بيع عبر الانترنت كما جرت العاده تحت حجه ان هذه الاخيره كتمنح الفرصه لاصحاب التذاكر المزوره لولوج الملعب بدل اصحاب التذاكر القانونيه رغم ان مهمه مراقبه التذاكر مسؤوليتها. وأكدوا أنصار الرجاء والوداد على أن الشركة صبحت وجهة للاسترزاق من جيوب عاشقي الفريقين وبداوا استغرابهم من انتقامهم للفريقين بدل تمهيد كل السبل وذاك جميع العقبات اللي كتوقف أمام ممثلي كرة القدم الوطنية. وجهوا البعض دعوة الكورفا سود والكورفا نور من أجل ضم صوتهم والعمل على الضغط أكثر في وجه الشركة اللي أضحى همها الوحيد هو استخلاص مبالغ بيع التذاكر. وأكدت أن إصرارها أمام غضب الجماهير ما غيتقابلش سوى بالتصعيد. وشارج بعض الجماهير أن الكرة كتبقى الأنصار وكل ما ساس بحقوق هذه الأخيرة غيكون أثره على النادي وخيم. وطرحت العديد من علامات الاستفهام خصوص الشركة اللي أضحت كتحكم في كل الأمور التنظيمية بدون حاسب أو راقيب. ودعت جماهير الرجاء والوداد بعضها البعض للالتفاف تحت غطاء المصلحة الوحيدة والضغط من أجل طرد شركة كازا إيفنت مسؤولية تنظيم الأحداث الرياضية بعد ما تبتات فشل السيري وكانت أن تسبب في كارثة في أكثر من مناسبة لولا الإلطاف الإلهية. فضيحة الكونغولين دالا تصل إلى قناة عالمية وناقش برنامج رياضي بقناة كانال بلوس الفرنسية الفضيحة اللي شهدتها مباراة الرجاء أمام الأهلي المصري برسم ذهاب ربع نهائي تشامبيونز ليغ. ووضح أحد محللي البرنامج أنه كيعرف دالا منذ فترة طويلة وهو من الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم. وضاف أن حكام الفار أخفوا عليه لقطة لمس الكرة لفخيت المكعازي وما ظهروش إلا بعد إعلان دالا على ضربة جزاء. وزاد أنه تفاجأ لما عرف أنه مباشرة بعد ما قرر إعلان ضربة جزاء تم عرض لقطة من زاوية أخرى كتبين أن الكرة ما لمساتش بتاتا يد المكعازي. وهو ما كيوضح تواطؤ حكام الفار ومخرج اللقاء مع الأهلي المصري ضد فريق الرجاء. الكاف يفتح تحقيقا في واقعة مباراة الرجاء والأهلي. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فتح تحقيق في الظلم التحكيمي اللي عرفته مباراة الذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الرجاء الرياضي والأهلي المصري السبت الماضي. وأكدت عدة منابر إعلامية أن الكاف أخطر فريق الرجاء بشكل رسمي بفتح تحقيق في الظلم التحكيمي اللي شهدته المباراة المذكورة وخاصة ضربة الجزاء الفضيحة اللي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية وأساءت بشكل كبير لصورة كرة القدم في القارة السمراء. وكانوا مسؤولي فريق الرجاء بعثوا برسالة احتجاج قوية ضد جون جاك ندالا بحيث رسلت الاتحاد الدولي الفيفا وأيضا الاتحاد الأفريقي الكاف بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة اللي ترتكبت في حقه ومنحت الفريق الأهلي فوز بهدفي لواحد. وطالب فريق الرجاء في المرسلة المذكورة بتدخل رئيس الفيفا لمراجعة أوضاع التحكيم في الكاف وفرض عقوبة قاسية على الحكم ندالا اللي احتسب ضربة جزاء خيالية وأن الهدف الثاني للأهلي غير صحيح بداعي أن مسجله كان في وضع تسلل ثم تغاضيه على توجيه البطاقة الحمراء
اللي كان كيستحق اليو ديانغ لاعب الفريق المصري بعد تدخله في حق زريده، واثر فريق الرجاء من خلال المراسله نفسها على ضروره انزال عقوبه قاسيه بمساعده الحكم الاول اللي اعتدى على اللاعب محمد زريده، وقدم شرائط مصوره كتبت واقعه الاعتداء. موسيماني يكشف لائحه فريقه لمواجهه الرجاء الرياضي، وكشف الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني مدرب نادي الاهلي المصري على القائمه اللي وجهها الدعوه لمواجهه فريق الرجاء الجمعه المقبل برسم اياب ربع نهائي تشامبيونز ليغ، وجات قائمه الاهلي كالتالي: حراس المرمى محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير، الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم محمود متولي ايمن اشرف محمد هاني كريم فؤاد علي معلول ومحمود وحيد، الوسط حمدي فتحي اليو ديانغ عمرو السوليه محمد مجدي افشار احمد عبد القادر محمد محمود وليد سليمان طاهر محمد طاهر حسين الشحات ولويس ميكسيوني، في الهجوم محمد شريف حسام حسن صلاح محسن وبيرسيتاو. الكاف يتجاهل تألق زنيتي أمام الأهلي المصري، وشهدت التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تواجد لاعب واحد فقط من الرجاء واللي هو محمد زريدة، وتجاهل الكاف تألق الحارس الرجاوي أنس زنيتي اللي بصم على مستوى جيد ضد الأهلي المصري بحيث صدى العديد من هجماته ناهيك على تصدي لضربة جزاء عمرو السولية. بيدودان الاهلي المصري سيندم امام الرجاء، واكد مصطفى بيدودان نجم الرجاء الرياضي السابق على ان فريق الاهلي غيندم على الفرص الضائعه اللي تحت ليه في مواجهه الذهاب ضد فريق الرجاء ملي غيحل ضيف على النسور يوم الجمعه المقبل، واشار بيدودان لان الهدف اللي سجله محمد زريده غيكون حاسم بالدار البيضاء رغم الهزيمه في نتيجه الذهاب، وشدد بيدودان على ان الاهلي غيندم بزاف الاسباب اللي خصها في ثلاثه: هدف زريده، ركله الجزاء اللي ضيع السوليه، وقوه جمهور الرجاء داخل مركب محمد خميس بالدار البيضاء. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh.